السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في المعمل السادس، هنكمل تجارب السيريال، بس النهاردة الموضوع هيكون مختلف شوية. احنا هنخلي التجربة، هنخلي الكمبيوتر هيكلم البيكز مايكرو كنترولرز الأسبوع اللي قبل اللي فات، ولكن هنا البيك هي اللي هتكلم الكمبيوتر مش العكس. بمعنى هيكون عندي بيك مايكرو كنترولر هتقيس درجة الحرارة وهتعرضها، تبعتها بالسيريال للجهاز، والجهاز هو هيعرضها عنده بالسي شارب. والاول ميد ترم، طيب اخبار الامتحان ميد ترم ايه معاكم؟ هو الامتحان كان بسيط بس ايه طويل شويه، طويل كتير. هو امتحان الميد ترم هنتكلم عنه في الاخر، بس يعني هوريكم هنشوفه والحل بتاعه. طبعا الدكتور نزل لكم على الجروب موجود، والدرجات مش عارف توزيع الدرجات بالظبط كام، بس هو الدكتور كده كده الموضوع فليكسبل لسه بيظبطه في الاخر عشان مصلحتكم انتوا. لو لقيتكم كلكم درجات بتاعتكم في البروجكت عاليه هيخلي عليه الويت الاكبر في الدرجه كلها من اعمال السنه، لقاكم في الميد تيرم احسن هيخليها لكم كده. يعني في الاخر الموضوع بيكون فليكسبل لمصلحتكم. لا هو ده درجه وده درجه، بس انت عايز تحسن الميد تيرم قدامك كذا احتمال، يعني منهم لو الدكتور قال لو جايبين اقل من 10 تروح تمتحن عشان تجيب ال 10 لاخرك لاخرك، ولو انت هتعمل شيت 3. الراجل الدكتور عامل لكم بصراحه اوبشنز كتيره، يعني عملت شيت 3 اول 15 طلب ياخدوا الفول مارك في كله، هتعمل بروجكت ال. طيب التجربه المفروض هخلي المايكرو كنترولر بتاعنا اللي هو 18F452 ايه نتورك هيبعت، المفروض هيقرا درجه الحراره ويبعتها للبي سي باستخدام السيريال. البي سي المفروض، قصدي البيك، هيحسب درجه الحراره. هو فصل من النتورك اصلا الجهاز ده خالص، اكيد الكابل النتورك من ورا فصل. حركته الجهاز عملته فيه حاجه؟ اكيد في كابل النتورك ورا ار جي 45. ركزوا في عادي، في غيره؟ في جهاز هنا فاضي والله، اهو اهو فاضي خالص وفي كراسي. تمام، نرجع تاني. البروجكت هاردوير اللي احنا هنستخدمه المفروض هيكون عندي ده تمبريتشر سنسور او سنسور هيقيس درجه الحراره. ده في البروتوس اسمه ال ام 35، ولما اجي اشتريه بثلاث رجول كده بديله فولت 5 فولت وباخد منه اوتبوت، وبديله 5 فولت اللي هو الفي سي سي والجراوند، وباخد منه فولت في الرينج ده من 0 ل 5. طب ده على اساس ايه؟ ده هو سنسور اسمه انالوج سنسور. المفروض احنا خدنا السنه اللي فاتت انواع السنسورز، ممكن يكونوا انالوج وممكن يكونوا ديجيتال. ده انالوج يعني بيديني القيمه من 0 ل 5. طب بس قبل ما نخش في التفاصيل دي نفهم شويه الانالوج ديجيتال كونفرتر. عايزين بقى نجيب مثلا وان نوت كده ولا حاجه نشرح عليها شويه، تحديد الخطه مش عارف ايه وحاجات غريبه كده. تعالى نعمل فايل خليها على البي سي. ده لاب 6 اندرسكور النهارده 30/11. نشرح ماشي. احنا المفروض دلوقتي هنتكلم على الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، بس قبل ما نتكلم عنه عايزين كده نرسم شويه درو. حلو الاوبشن هنا جميل. المفروض ان انا عندي ايه الفرق ما بين الانالوج و الديجيتال؟ حد يقدر يقول لي الفرق ما بين الانالوج والديجيتال؟ عموما معروفه اللي هي ايه بقى؟ قريب من كده. حد عنده تعريف تاني؟ بس تشارج هما الاثنين تشارج، ما في الاخر الزيرو 1 هو تشارج برضه صح؟ اتفضلي. الديجيتال بتبقى
تمام. ممكن نقول الانالوج بيكون اشاره كونتينوس زي الشكل ده مثلا. انا قلت ده هكتب تحتيها بقى ايه، عايزين نكبرها شويه وبعد كده نكبر الخط. دي اشاره كونتينوس، ولكن الديجيتال اشاره، حد فاكر الاسم ده كان اسمه ايه؟ ديسكريت. ده معناها ان هي هنا الاشاره مش لازم يكون تو ليفلز، احنا ممكن يكون اكتر من تو ليفلز، ولكن احنا مثلا هيكون سوري استنى ندرب عليه. اشاره مثلا بالشكل ده، ادي ليفل هنا 2 0 1 0 1 وهكذا 1 0 0 1 ديجيتال. ده هنا الاصفار الوحيد، دي ديسكريت. ممكن يكون زي ما عندنا في السيريال، ممكن يكون ده عباره عن، لو خدنا اللي هو السيريال بروتوكول كنا بنتعامل من سالب 15 الى 15، كان بيكون عندي سالب 15 والزيرو و15، ممكن الاشاره تبقى كده. يعني ممكن يكون عندي كذا ليفل، بس في الاخر هو مجموعه ليفلز محدده، ديسكريت. ديسكريت فاليوز معناها في الاخر هو ليفلز محدده. طيب عشان احول من انالوج لديجيتال، عايز احول التحويله دي، عايز احول من ده لده والعكس. فهنتكلم عندنا في المايكرو في اللي هو الانالوج ديجيتال كونفرتر. المفروض ان انا لو عندي الاشاره هعملها تاني اللي هي بتاعت الانالوج بالشكل ده، عشان تبقى ديجيتال المفروض ان انا هحولها لعدد معين من الليفلز على حسب نوع الانالوج ديجيتال كونفرتر. ممكن يكون 2 ليفلز، 4، 4 ليفلز، 10 ليفلز، ايا كان. فنشوف الاول لو انا هحولها باستخدام مثلا 2 ليفل، او خليها 4 ليفلز، 2 ليفلز ماشي، ونعمل تحت ال 4 ليفلز. لو انا حولتها نفس الاشاره هرسمها اهي، ده قبل التحويل. المفروض ان انا عندي 2 ليفلز، وليكن ده ليفل الواحد وده ليفل الزيرو، بس كده في الاشاره كلها. فانا لما اجي احولها هقول الاشاره هنا كانت بزيرو، الاشاره هنا كانت بواحد، واحد اهو، والاشاره هنا كانت بزيرو. يعني الاشاره الناتجه هتكون شكلها كده هنا، واقوم جاي موصل كده واطلع وامشي شويه اللي هو الواحد، يعني كل ده سوري، وهرجع هنا تاني. دي الاشاره اللي عندي. دي ايه علاقتها بالاشاره الاساسيه او الاشاره الحمراء دي؟ يعني الشبه بعيد قوي 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 ما بينهم، الشبه بعيد. هي صحيح عمل هنا بقى هنا واحد وهنا زيرو زيرو قريب، وثانيا النص اللي تحت ده كله اتشال. طب لو انا عملتها 4 ليفلز نشوف الموضوع يكون احسن شويه. يعني لو هنا ادي الاشاره الاساسيه اهي، عايز احولها ل 4 ليفلز. 4 ليفلز يعني هيكون وليكن ده ليفل وده ليفل وده ليفل وده ليفل، دول الاربع ليفلز بتوعي. فهحولها، هيبقى في هنا اشاره، 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 في هنا اشاره. كده الموضوع الشكل النهائي المفروض هيكون شكله مثلا هيكون كده، هنا اشاره صغيره، هنا اشاره اكبر، هنا اشاره، هنا اشاره، هنا اشاره، اشاره. الموضوع بدا شكله يقرب اكتر من الحقيقي، ولكن طبعا في فرق كبير جدا ما بينهم. طب لو انا عملته وليكن 100 ليفل، وده ما ينفعش، عملت مثلا اهو الاشاره، هنعمل باستخدام 100 ليفل، 100 ليفل نحولها. ادي الاشاره اصلا نفسها اهي، معلش تتظبط. اجيب التابلت اكتب عليه المره الجايه، معلش. فهنا 100 ليفل، يبقى هنا ليفل 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 وهكذا. طبعا دول المفروض 50 فوق و50 تحت،
انا مش هعمل 50 قوي، بس انا هبقى فاهم ان في هنا ليفلز كتيره كتيره كتيره، ونفس الكلام تحت 50 تانيين. يعني بقى شويه كده حلوين. حلو كده. هما طبعا كتير يعني، بس انا اللي انا عايز افهمه هنا لما تعمل 100 ليفل، الاشاره اللي ناتجه الديجيتال بقت لو انا رسمتها بقى يعني بشكل تاني نرسمها هتبقى كده. نعمل نص واحد ومش مهم النص التاني، بس انا هيطول قوي. اه برضو اكيد، ما هو الديجيتال ديسك، بس هي هنا قربت قوي من شكلها الحقيقي، قريبه، لكن طبعا استحاله تكون نفس الشكل الحقيقي، فاحنا بنستخدمها بالليفلز. ولكن هو في الحقيقه هو انا لما اجي اجيب انا الديجيتال كونفرتر ما بيكون مش بالليفلز، بيكون بالبيتس. فاللي هنستخدمه هيكون 10 بيت اي دي تي او انالوج تو ديجيتال كونفرتر. ده معناها كام ليفل؟ هو طبعا الارقام 10 بيتس، 10 بيت يعني كام؟ يعني كام اللي كام ليفل؟ خدنا زمان تحويله بتقول ده يكون 2 اس 10 ناقص 1، يعني بتساوي 2 اس 10 1024 ناقص 1 يعني 1023 ليفل. طبعا الموضوع هيكون قريب جدا من الحقيقه، ولكن ايه؟ لان ده انا مش بجيب الرينج، هو يديني من 0 ل 1023 الرقم، بس هو في الاخر ده هيكون 1024 بس، ده عدد الليفلز، بالتالي هيكون قريب جدا من الحقيقه. ولكن طبعا في فرق، ده ديجيتال يعني في الاخر قيم محدده، التاني مديني كونتينوس فاليو من 0 ل 5 فولت، ده كان من 0 ل 5، ده بقى الليفلز المختلفه. طب انا نسيت اقول لكم في الاول، هو انا اصلا ليه بعمل انالوج تو ديجيتال كونفرت؟ ليه محتاج احول لديجيتال والعكس؟ لان السنسور بيطلع قيمه من فولت، انا عايز اعرف بقى القيمه اللي من فولت دي بتوصل قد ايه. اولا هي الظواهر اللي حوالينا كلها انالوج، بدايه من حراره، الصوت، الشاشه اللي انا مش الرؤيه اللي انا بشوفها، الصور، كل الحاجات دي ظواهر انالوج متغيره كونتينوس. لما تيجي الجهاز يفهم، الجهاز ما بيفهمش الحاجات دي، الجهاز بيفهم حاجه واحده بس اللي هي الديجيتال اللي هي صفر والواحد في الغالب في الاخر يعني بيبقوا صفر وواحد. الجهاز ما بيفهمش غير 0 1 0 1، فلازم احول له الحاجه اللي هي انالوج ان انا بشوفها وانا بفهمها احولها له حاجه يفهمها. طب بعد ما حولتها له يبقى انا اديتها له في صيغه ديجيتال. طب العكس بقى، لو انا الجهاز طلع عمل بروسيسنج عليه او عمل لي نتيجه وعايز افهمها انا، فلازم ارجعها تاني لاصلها بالانالوج عشان افهمها كصور او كاطبعها مثلا منه او كصوت يرجعه لي تاني يخليه بلاي في السبيكرز او كسنسوري يرجع لي درجه الحراره. فده احنا فهمنا الاول الانالوج ديجيتال كونفرت بحول من انالوج ازاي. طب التحويله بتتم ازاي؟ احنا قلنا احسن مونتاج كتير قوي في الفيديو ده بصراحه. هنا مونتاج اهو كده، المونتاج خلص. المفروض ان انا هيكون جاي لي انا السنسور اللي هو ال ام 35 ده، ال ام 35 تمبريتشر سنسور، هيقيس لي حراره بالانالوج. ايه انالوج؟ هتخش لي على المايكرو كنترولر، المايكرو كنترولر هنا في وحده اسمها اي دي دي، الوحده دي هتحولها لي والمايكرو هيديني القيمه بالديجيتال. تمام. طب هنا نوضح الموضوع ده اكتر، انالوج يعني ايه؟ يعني من 0 الى 5 فولت، صح؟ طب لو انا فردت ال 5 فولت خليتها بالملي فولت يبقى 5000 ملي فولت. القيمة المايكرو هيقراها هيديني قيمة ديجيتال، قلنا ده 10 بيت انالوج ديجيتال كونفرتر، يعني المفروض القيمة هتتحول لكام؟ من
هي ديجيتال هتبقى من 0 لكام؟ 10 بيتس 2 اس 10 ناقص 1 يعني 1023. طب انا عايز اترجم القيمه اللي انا قريتها لدرجه الحراره الاساسيه. اولا نفهم برضو تحويله هنا مهمه، ال ال ام بيشتغل ازاي. بيقول لي اتش ده في الداتا شيت بتاعته اتش كل درجه سيليزيوس كل واحده درجه سيليزيوس بتقابل 10 ملي فولت. يعني بمعنى لو انا عندي الفولت قريته وليكن 250 ملي فولت، ده يناظر كام؟ ده لو انا هقسم على 10 يبقى يديني 25 درجة سيليزيوس. طبعا لو فيرنهايت التحويلة مختلفة مالناش دعوة، بس ده ميني سيليزيوس. تمام؟ فأنا هيديني القيمة بالجهد. الجهد هنا هيحولها لي، كانت 0 ل 5000 اتحولت لي 0 1023. القيمة اللي هنا التي تي ان أنا مش عارف، لكن القيمة اللي هيديها لي بالديجيتال، هو القيمة حولها لي بالديجيتال بقت معايا وليكن هسميها اي دي سي. اي دي سي انا كنت بشرح كونفرتر قريتها. معايا الاي دي سي وعارف ان اخرها الرينج بتاعها 1023 اخرها، او يعني هي ممكن تبقى 1023. تمام؟ والتي ان انا مش عارفها بس عارف ان الرينج بتاعها اخره 5000 ملي فولت، يبقى 5000. عايز اجيب التي ان، اجيب التي ان ازاي؟ عايز اجيب ده احسبه ازاي؟ انا ده معايا ومعايا ده 5000 ومعايا ده 1023، هضرب طرفين في وسطين يبقى انا معايا التي ان بتساوي الاي دي سي ده في 5000 على 1023، بس ده هيديني القيمه بالفولت، انا عايز احولها لدرجه حراره، او يعني خلي ده كده اللي هيحصل دلوقتي ده مش ال بس كده انا همسح بس الحته دي، ده مش التي ان، دي مش الحراره. التي ان انا مش عارفها، بس اللي هيخش لي هنا جهد، يبقى انا الاول ده جهد، فالجهد يعني في ان فولتج انبوت. وهنا لما انا جيت احسب المعادله دي حسبت الفي ان جبتها. طب عايز اجيب الحراره، اجيب الحراره ازاي؟ حراره احنا قلنا المعادله بتاعتها هنا كل درجه تعبر 10 ملي فولت، يبقى انا هنا هقسمها على 10 يديني الحراره، يبقى هعملها التي انبوت او تمبريتشر بتساوي الفي انبوت على 10. هو هي المفروض 1023 بس انا عاملها 24 ل 2 9 الرينج. يعني بس هم فوق مش 5000 نمبر، 5 فولت لما تحولها ملي فولت. ماشي، ما هو 5 فولت ده اخرك في الفولت من 0 ل 5000 ملي فولت اخرك، مش زي التاني بيقرا ال 5000 دي. لو انا قريتها اقراها 1023 مش هقراها 1024، خد بالك. يبقى انا الرينج بتاعي هيبقى فوق هنا من تمام، سواء 1024 او 23 التغيير ما بينهم هيكون تغيير في ال 1 من 100. ف ماشي ده اللي هنستخدمه في الكود. طب ارجع تاني لرسمه الهاردوير بتاعتنا هنا. ده الهاردوير، نعمل بس ثانيه كده اكبرها. احنا هنا هنعمل ايه في التجربه؟ المفروض ان انا هقرا الحراره من هنا، ده التمبريتشر سنسور اللي ام 35، هقرا منه الحراره هتخش على الانالوج ديجيتال كونفرتر. طب هنا الانالوج ديجيتال كونفرتر فين في الرسمه؟ فين في المايكرو؟ الاحظ اللي في هنا حاجه اسمها اي ان 0 اي ان 1 2 3 فين 4 5 6 7
كل ده 8 شانل من 0 ل 7 يبقى هنا 8 شانل يعني 8 انبوت انا كشر كونفرتر ممكن ادخل عليه على 8 خانات فيه. فالاحظ حاجه كمان ان هنا ممكن يبقى البيت دي مثلا انا هخليها على AN0 ممكن تكون AN0 ممكن تكون RA0 يعني البورت A الخانه رقم 0 بيت 0. ازاي اخليها ده ولا ده؟ بناء على في كونفيجريشن ريجستر بتاع الانرتيشر كونفرتر ده بيشغله ده عشان اعمل كونفيجريشن الانرتيشر كونفرتر محتاج الريجستر اتكون الاي دي اللي هو انرتيشر كون كونفيجريشن 1 في واحد تاني 0 بيحدد لي التشانل هنتكلم عنه كمان شويه. سميني 1 البيتس دي مهمه اول واحده واخر اربعه. نبدا باخر اربعه دي بتحدد لي هل AN0 شغاله انالوج ولا ديجيتال. لو انالوج معناها ان هي AN0 AN1 اللي هو التشانل بتاعي اللي هو الانالوجر كونفرتر، لكن لو ديجيتال معناها ان ده البورت A عادي. احنا لسه واخدين الرسمه من شويه اهو، ممكن تبقى بورت A ممكن تبقى AN0. دي حاجه. تاني حاجه في حاجه اسمها في ريفرنس وفي ريفرنس بلس، دول موجودين هنا اهم في ريفرنس ماينس وبلس اهم البنس دول. دول لو انا مش عاجبني الرينج من 0 ل 5000 اللي هو انا قلت ده الريفرنس بتاعي اللي هو بيقيسه ممكن انسبها لحاجه ثانيه. احنا بننسبها للبي سي والجراوند هو ده اللي بيحول منها كانبوت ويبعتها ل 0 ل 1023. فممكن اعملها هنا اغيرها اخليه انبوت خارجي مثلا سالب 15 لموجب 15 رينج ثاني واعمله انبوت على الباك حاجه ثانيه لو انا عايزه خارجي. انما باي ديفولت احنا نخليها صفار اللي هو اول واحد كله شغال انبوت انالوج يعني انالوج انبوت والفي ريفرنس في دي دي وفي اس في ريفرنس ماينس اللي هو في اس اس اللي هم اصلا اثنين داخليين بتوع اللي هو الباور بتاع البيك نفسه. تمام يبقى انا اخلي ده صفار. طب وفوق اول بيك دي مهمه دي بتحدد لي خارج الداتا هل هو رايت جاستيفايد ولا ليفت جاستيفايد. ده معناه ايه؟ معناها فين اتكلم عليها الناتج بيتحط في ريجستر كبير. نرسم بقى مربع كده جميل رايح نفسنا. متحركش مش مشكله. الريجستر ده اسمه AD Digital Result. ده دخول شويه في التفاصيل بتاع الانكتشر كونفرتر اللي هو بتاع السنه اللي فاتت. فالجزء ده اسمه لو نفس الاسم يعني لو وده نفس الاسم بس هاي. كل واحد فيهم مكون من 8 بيتس وهنا 8 بيتس. نعمل بقى خط هنا فالناتج هيتحط. انا عندي ده الناتج يا اما يتحط الناتج كام بيت الاول؟ قلنا ده انا كنتشر كونفرتر 10 بت يعني الناتج هيكون في 10 بت. يا يتحطوا ال 10 يكون 8 على 8 دول ومعاهم 2 من هنا يا اما 8 هنا ومعاهم 2 من هنا. صح؟ منطقي. فاحنا هنخليهم لو انا خليت ده بواحد يبقى الحاجه اللي انا هعملها يكون هنا اول 8 مفيش كده كوبي وخلاص مش مشكله. اول 8 بيتس دول عباره عن اول 8 في اللو واول 2 في الاتش دول هيكون فيهم الريزلت والباقي بزيرو. ما يهمنيش بقى الباقي كله بصفار لانه ما فيش اصلا في حاجه بحيث ما ياثروش على النتيجه يعني. الاكسات دي بتتغير. لو هو هنا بزيرو يبقى هيكون هنا اول 8 هيكونوا على الشمال هنا ومعاهم اتنين من الريجستر التاني اللي هو اللو والباقي برضو بصفار. سواء انا عايزها الناحيه دي او عايزها الناحيه دي طبعا اللي فوق ده اسمه رايت جاستيفايد يعني الناتج اتحط في اليمين. لتحت ليفت جاستيفايد اللي هو اتحط في الشمال. احنا هنخليها على اليمين بحيث القيمه اقدر اقراها بالباينري اقدر احولها لديسمال بسهوله باللي احنا نفهمه. تمام؟ فاحنا هنخليها ده بواحد والباقي ده بصفار اللي هو بتاع الانالوج انبوت. ده اللي يهمني يعني بالهكس كام؟ ده واحد وده اصفار الباقي يعني واحد وثلاث اصفار يبقى 8 وده
4 ريجستر اسمه اتكون 1. يبقى انا هنا المفروض هعمل تاني بقى خطوات البرنامج المنطقيه. اول خطوه نبدا مع بعض كده خطوه خطوه. اول خطوه هعملها هعمل ايه؟ هعمل كونفيجريشن لده اخليه انالوج تو ديجيتال كونفرتر. دي اول خطوه صح. تاني خطوه المفروض هحول تاني خطوه اللي هو هحول من ديجيتال او هجيب التي انبوت وخلاص. هعرف التي الحراره اللي دخلت بكام تي ان بكام. تالت خطوه هبعت سيريال للجهاز. طب ازاي ببعت للجهاز؟ اتكلمنا المره اللي فاتت على الماكس 232 دي مرات اللي فاتت، وقلنا دي بستخدمها مع المايكرو بوصل على تي اكس ار اكس وببعت ده السيريال سوكت بتاعي ببعت للجهاز الكمبيوتر عن طريق السيريال بيها. وقلنا ان انا عشان ابعت سيريال بعمل يو ارت انت على حسب رقمه هنا 1 و يو ارت سند او رايت داتا ورايت تكست وخلاص ببعت التكست اللي عندي صح خلاص. يبقى انا هنا برنامج منظم انظم تفكيري قبل ما اعمل. محتاج اعمل ايه؟ محتاج ده دي انالوج انبوت هيخش لي هوصله على انالوجيشن كونفرتر اي شانل منهم وليكن ان 0 اقرا منها القيمه بعد ما وصلتها اقراها واحولها لتي ان وبعد كده هبعت بالسر. نشوف البرنامج بتاع الكلام ده. ادي البرنامج بدات ال ام 35 بيعمل ايه؟ متاخر صح؟ بيقيس درجه الحراره احنا قلناها في اول السكشن انت جاي بس متاخر. فهنا الانت اي دي سي دي اللي انا هقرا فيها قيمه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هو بعد التحويل، وتمبريتشر هعرض عليها الحراره، وتكست هبعتها في السيريال. وهنا اعرف البورت ايه. البورت ايه اهو خلاها انبوت لان انا ده الحراره داخله لي ده التي ان انا مش عارفها تي ان حراره مش عارف هي بكام. واتكون 1 خلاها 0 اكس 80 اللي هو معناها رايت جاستيفايد يعني الناتج هيتحط في الاي دي ريزلت اللي هو اللو و2 من الهاي. وهنا عمل انيشاليزيشن للسيريال. بعد كده الفور لوب اللي شغال عندي كل مره هيعمل ايه؟ هيقرا القيمه من الانالوج تو ديجيتال كونفرتر احط له دي فانكشن جاهزه هتسال عليا واللي تشانل 0. لو الفانكشن دي ما كانتش موجوده كنت انا هضطر اقرا قيمه من اتكون 0 اعمل كونفيجريشن ليها واحط القيمه فيها بحيث ان انا اقرا اللي تشانل رقم 0 وهقرا الناتج اللي موجود في الاي دي ريزلت وهعمل كان شغل كتير هيتعمل في الفانكشن في المايكرو سي بيتسال عليا الكلام ده كله المفروض ابقى عارف هي بتتعمل ازاي برده. وفي كل خطوه من دي ديلي معين محسوب بالملي او بالمايكرو. وبعد ما قريتها هنعمل التحويله اللي قلنا عليها التحويله اللي هي دي الاي دي سي في 5000 على 1023 جبت الفي ان وبعد كده جبت الحراره ان انا قسمت على 10 او ممكن اعملهم في مره واحده يبقى 5000 على 10 يعني 500 على 1024 او 1023 زي ما بتقولوا بس غالبا هي 1024 عشان السكيل يكون مظبوط. ايا كان الناتج ما بينهم 1 من 100 اتخزن الحراره مباشره. كنت ممكن اعملها على خطوتين بس يعني مش مستاهل. بعد ما خدتها ده نوعه انت ممكن اخليه فلوت عشان لو في كسور في درجه الحراره انا واخدها انت حولتها انت تو سترينج اللي هو اسكي ينفع يتبعت على السيريال وهعمل رايت تكست هو كان طالبها بالصيغه دي تم بيساوي ومسافه وهبعت التكست. وبعد ما ابعت هقرا تاني واحول وابعت اقرا واحول وابعت ده اللوب اللي شغال. طب في هنا فانكشن اسمها نيو لاين ايه لازمتها؟ نيو لاين هي بتبعت سطر. طب يعني ايه سطر؟ السطر كنا بنعمله في البرمجه في السي بلس بلس زمان سلاش ان لكن في السيريال مايكروسوفت مايكروسوفت بيعملوا الفانكشن بيخلوها سلاش ار وسلاش ان. طب ليه ار وان؟ ده حاجه في الهيستوري شويه بتاع الكمبيوتر لما اتعمل في الاول كان بيستخدموا قبليه الاله الكاتبه. الاله الكاتبه هما حاولوا يعملوا كمبيوتر زيها الكيبورد فبيشبهوها بيها. فكان لما بيكتب يخلص السطر بيحرك الاله اللي بتكتب دي بيحركها الاول السطر اسمها الكاريش يرجعها الاول السطر وبعد كده يتحكم من الجنب ينزلها سطر. بيبقى يعمل حاجتين لما يخلص السطر يرجعها للاول وبعد كده ينزلها تحت. فسلاش ار اللي هي الريتيرن كاريش يرجعها للاول وان اللي هو نيو لاين ينزلها تحت. فعشان كده سلاش ار سلاش ان او اللي هي 0x 0d 0x 0a عايز تحفظها كده تحفظ الاثنين صح. ده صح وده صح اللي تشوفه احسن لك اعمله. طب نشوف البرنامج ده هو شغال.
شوف الناحيه الثانيه بيعمل ايه. ادي التوصيله عندي هنا ايه ودرجه الحراره 25 وادي الماكس 232 والمايكرو موجود وبيبعت. اشغله وهروح اشوف السي شارب ده الفورم بتاعتي هشغلها وهرجع تاني للبروتوس اهو. المفروض ان انا هعمل الويندو بالشكل ده. ده عباره عن كومبو بوكس. كومبو بوكس معناها ان انا ممكن اجيب كومتو اتاك في الجنب كده السهم اللي تحت ده هلاقي هنا كل السيريال بورتس الموجوده عندي على الجهاز. طبعا الحاجات دي بتختلف من جهاز لجهاز على حسب البورتس اللي عندك بس هم دول اللي عندي فعلا. فاختار وليكن بورت 2 بورت تاني غير اللي هنا بيبعت عليه فاضي. وهعمل زرار اللي هو اسمه ده بوتون عادي ريد داتا هلاقي درجه الحراره بتظهر لي تم بيساوي 25 وهكذا. ده على اليمين اسمه ريتش تكست بوكس. هنا الاحظ ان الكلام بيبعت لي اول واحد فوق واللي تحت مش باين. يعني لو انا غيرت الحراره هنا خليتها مثلا 30 9 28 هلاقيها اتغيرت تحت خالص. اوقفه هنا عشان اشوف واجي هنا بقت كام 28 فعلا و26 في النص وانا بغيرها. لكن فوق دايما السهم فوق. طب عشان اظبط الحته دي هوريها لكم في البروجرامنج كمان شويه بس انا حاليا لغيها. يعني يبقى تاني ايه اللي انا عملته هنا؟ عملت كومبو بوكس اختار منه الزراير. طبعا في هنا ليبل عايزين نشوف البرنامج ده ان هو بيعرض لي درجه الحراره. افتح الفيجوال ستوديو محتاج اعمل ديزاين ده. ده ليبل. الليبل ده من على الشمال ممكن احذره لكم. وانا عشان في الديباجر فما ما فيش هلغيها. كل حاجه ممكن اجيبها. ده الليبل من على اليمين من على الشمال ليبل. وده كومبو تكست بوكس اللي هو ممكن يكون تكست بوكس بس كومبو من نوع كومبو يعني في كذا حاجه من جوه ممكن اغيرها سواء بالبروجرامنج او بالجي اي. هنا ده بوتون زي ما خدناه قبل كده. ده ريتش جي يو اي. طب يعني ايه ريتش جي يو اي او ريتش تكست بوكس قصدي ويطلق عليه تاني جي يو اي تكست بوكس؟ حد يعرف ده يفرق يعني التكست بوكس العادي؟ طيب حد عنده اي فكره ممكن يكون ده ايه؟ لا عادي بتزيد برضه مفيش فيها مشكله بتزيد عادي. التكست بوكس اهو لو انا عملتها وزودته واعمل سكرول بار هعمل فيها كل اللي انا عايزه يعني مفيش فيها اي مشكله. خليه يظبط مع التكست اللي فيه ويبقى فيه سهم في الجنب كل ده عادي. حد في ده انا قلت وانا بتكلم قلت ده جي يو اي تكست بوكس ممكن نستنتج منها شويه هو ممكن يحصل فيه. هو باختصار الفرق ما بينهم زي الفرق ما بين النوت باد و الوورد باد بالظبط. بقى ده الفرق ما بين نشوف الفرق. هنا مثلا ممكن اقول ماي نيم مثلا از رامي زين وهعمل نفس الكلام ده هعمله هناك تمام. هنا صحيح انا ممكن اغير في الفونت فورمات اعمل فونت ممكن اخلي الفونت اكبره 26 واخليه نارو بولد ايتاليك واخليه هنا كمان اغير شكله اعمل فيه كل حاجه بقى بالشكل ده تمام. غيرت هنا بقى ممكن اغيره برده ولكن ممكن اختار حاجه واحده اخليه في النص واعمله بولد واعمله اندرلاين واكبرها وبعد كده اغير لونه. هنا ممكن اغير في كلمه كلمه حرف حرف واعمل التنسيقات اللي فوق هتلاقوا اصلا شريط التنسيق فوق مختلف جدا هنا. وفي ممكن اعمل الاينمنت ليها ممكن اعمل انسيرت البيكتشر او اعمل انسيرت لدروينج وليكن حرف الار مثلا يعني اهو نزل لي دروينج وتحتيه خط هناك. لا انا مفيش اي حاجه من الكلام ده ممكن اعمل انا اللي انا بعمله فورمات بيكون عليهم كلهم صحيح. في على الجنب هنا طول بار اهو يعني انا عملت اي حاجه كده انتر اهو الكلام بينزل معايا عادي مفيش فيه مشكله. هناك اكيد هينزل برضو يعني مفيش فيها مشكله اهو. لكن هنا ممكن اعمل اديت على كذا حاجه ممكن احط صوره ممكن اغير الالوان اعمل التنسيقات المختلفه كلها. فده التكست بوكس البوكس العادي وده ريتش تكست بوكس او تسميه تاني جي اي تكست بوكس. ده صح وده صح. هنا في البرنامج احنا ما فرقش معانا سواء استخدمت ده او ده الاثنين صح مش فارق معايا. طب نشوف الكود بقى بتاع الكلام ده
نبدا. اول حاجه انا فتحت الفورم، المفروض ان انا هنا شغله. كنت ايه اللي انا بعمله؟ بضغط على الكومبو بوكس ده، ايه اللي بيحصل لي؟ بيجيب لي القيم اللي فيه كوم 1 و 2 و 3 و 4 و 6. بجيبهم منين دول اصلا؟ دول البورتس اللي عندي على الجهاز نفسه، صح؟ يبقى ده حاجه متغيره من جهاز لجهاز. يبقى ده اول حاجه ان انا هجيب الافيلابل بورتس. ففي فانكشن خدناها هنا اسمها جيت افيلابل بورتس، مجرد ما الفورم هتقوم هيفتح. طب فيها ايه القيم دي؟ المفروض ان انا هجيب الافيلابل بورتس الموجوده. فهنا خدنا، لو انا جبت الكلاس اللي اسمها سيريال بورت دوت جيت بورت نيمز، هتجيب لي اسماء البورت، احطهم في اري من نوع بورتس. اري في السي شارب بتعمل زي الجافا، اللي هو قوسين السكوير براكتس دول قبل الاسم سترينج، طبعا اري من نوع سترينج، فيها سيريال بورت دوت جيت بورت نيمز. طب عايز ازود الكلام ده في الكومبو تكست بوكس هنا بحيث انها تعرض لي، يبقى انا اللي هعمله هقول كومبو بوكس باسمه دوت ايتمز دوت اد رينج، وادي له السترينج اري دي او اري اوف سترينجز. يبقى انا كده كل انا عملته في الفانكشن البسيطه دي، جبت الاسماء البورتس وعرضتها. اختار مثلا بورت 2، اخترت 2. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ان انا هعمل ريد داتا. طب ممكن حد يفصل لو اعمل ريد داتا الجهاز هيفهم ازاي، او ايه الخطوات اللي بتتم ورا دي قبل ما اشوف بتتكتب ازاي؟ في ايه؟ ماشي يعني. طب ماشي يعني، في فانكشن لو انا ضغطت على الزرار هيحصل حاجات اهي، ايه اللي هيبقى مكتوب فيها؟ اكيد كود، يعني اكيد كود والله. ايه بقى الكود؟ بيعمل ايه الكود ده؟ المفروض ان انا اول حاجه هفتح البورت ده، هقرا البورت ده. طب البورت ده انهي بورت؟ لا انا افكر انزل بتفكيري شويه لتفكير الجهاز، انهي بورت اللي انا عامله فوق ده؟ يعني هجيب البورت اللي فوق ده واقراه. طب ازاي اجيب البورت اللي فوق؟ عشان اجيب البورت اللي فوق اهو كومبو بوكس دوت تكست دوت تو سترينج ده كده، يبقى انا قريت اللي في ده اللي انا ضغط عليه دلوقتي كوم 2، يبقى انا جبت الكوم 2 دي كانت سيبوها دلوقتي، دي اللي هي بتنزل السكرول بار، مش مهمه دلوقتي قوي. وهنا نفس الامر بتاع الاسابيع اللي فاتت، ان انا بفتح السيريال بورت وبديله البود ريت. طبعا اول حاجه ده كان كوم 1 او 2 او ايا كان نوع كام، فانا جبته من اللي مقري فوق، اللي قراه فوق يحطه هنا يفتح بيه السيريال ده. والبود ريت 9600، والباريتي مفيش باريتي، والديتا تشانك او داتا بيتس او تشانك يعني 8، ستوب بيتس 1. ده السيريال، فتحت السيريال وبعد كده اعمل اوبن، عرفت السيريال بورت ده اوبجكت من نوع كلاس اللي اسمها السيريال بورت. خدنا الحاجات قريبه من كده في الجافا شويه، المفروض انتوا وصلتوا ليفل اوبجكت اورينتد المفروض دي. ف تاني انا انزل تاني للتفكير، الزرار ده هضغط عليه هيجيب الحاجه اللي فوق دي ويفتح بيها السيريال، وبعد كده هيعرضها في الريتش تكست بوكس ده. هيعرضها ازاي؟ اهو هقول له، هنادي على ايفنت هاندلر اسمه داتا ريسيفد هاندلر او سيريال داتا ريسيفد، معناها لما يجي لك داتا تستقبلها على السيريال نادي الفانكشن دي، دي اسمها ايفنت هاندلر، اللي هي لو حصل الايفنت ده نادي على الفانكشن دي. طب هو لو جالي داتا على السيريال المفروض هعمل ايه؟ المفروض ان انا هعرضها في التكست بوكس ده او ريتش تكست بوكس ده. فهعمل فانكشن ثانيه اللي اسمها داتا ريسيفد هاندلر اهي تحت، مجرد ما انا هعمل السطر ده هو هيعملها لي اوتوماتيك. هيعمل لي ايه؟ هيحول الاوبجكت اللي جاي ده لسيريال بورت، وهيعمل ريد لاين بالسيريال اللي هو هيقرا. خدنا في المحاضره او خدنا في مع الدكتور مختار ازاي اقرا، في ريد لاين وفي ريد بس. ريد لاين يعني هقرا لغايه اول انتر او لغايه اول مساء اللي هي سطر جديد، احنا قلنا سطر جديد ببعته هناك نيو لاين عشان كده سلاش ار باك سلاش ار باك سلاش ان، عشان هو هيقرا لغايته. اول ما هيقراه هيعرض لي اللي موجود، بيقول لو مش فاضي هيعرض، سوري بقى ده انا هلغي الديباج ثانيه واحده وهعدل، ما ينفعش اعدل طبعا هو بيعمل ديباج. مجرد ما انا ارى التكست من السيريال هيعمل ايه؟ هيشوفه، هيزوده
في التكست بوكس اللي كان شغال اهو شغال تاني. مجرد ما هيقرا هنا لو انا عملت الكوم 2 وقلت له ريد هيعمل ايه؟ هيقراه ويحطه في التكست بوكس دوت تكست ريتش تكست بوكس دوت تكست بلس يساوي دبليو، يعني هيزود عليه وهيعمل اباند تكست بحيث ان هو هيضيفه في الاخر. فممكن نعملها ريد كده ونشوف هيحصل ايه. شغل البرنامج هناك، انا كنت موقفه. لاحظ هنا الموضوع بقى ينزل معايا السكرول بار بقى في الاخر، لان انا عملت امبند تكست حطيت على اللي موجود، عملت ضفت. دي طبعا انا متاكد ان انتوا كام واحد فيكم شاف الفيديوهات بتاعه السي شارب اللي الدكتور مختار قال لكم عليها في اول اسبوع وثاني اسبوع، كام واحد شافها بص فيها؟ هما كام فيديو؟ 10 فيديوهات او 20 فيديو 5 لـ7 دقايق. كام واحد بص فيها؟ يرفع ايديه كده. خلاص نزلوا دي، خلاص نزلوا اديكم كل ده. اكيد انا هسالك سؤال بس. انا الدكتور قال مش هيجيب من اول سي شارب، مش هيجيب. انا قلت لكم في سي شارب فعلا مش هتيجي في الميد ترم. لا ممكن لا موجود، هيجيب زي الشيتات اللي هو هيسالك ازاي اعمل سيريال بورد، ازاي افتحه. بس مش هيجيب كود. طب ما هو ده ايه؟ هو لو جاب مثلا لا مش البرنامج كله، مش البرنامج، مش هيجيب البرنامج كله لا، بس هيقول لك مثلا ايه الفرق ما بين الريد لاين وريد. دي حقيقه. طيب دي ده يعتبر ايه ريد لاين؟ ده كود ايه بالظبط؟ مش ده كود سي شارب؟ هو قال مش هيجيب سي شارب في مش هيجيب بروجرام في الميد تيرم. ما قالش في الميد تيرم، قال في لا انا قلت لكم في الميد تيرم مش هيجي. انا عارف بس الفاينل ولا في الفاينل بروجكت ده مش هيجي ده كله، لا هيسالك في حته معينه فيها الفانكشن دي بتعمل ايه يعني مثلا. بس غالبا غالبا مش هيسال في السي شارب، مش هيسال في ده يعني في الجي او اي. هيبقى في اسئله ثانيه كتير يعني، مش هيكون في وقت لده يعني، هيبقى طويل قوي اصلا. تمام. فانتوا المفروض دلوقتي هتعملوا ايه؟ تعملوا الكود ده دلوقتي. ايه الكود ده؟ على اجهزه ده بالمايكرو سي اللي هو عليكم بقى تعملوه اهو. هديكوا السلايدز موجوده عادي. كان فيها ايه تاني بالسلايد؟ ده الكود موجود فيها اهو. هتكتبوه قدامكم الكود كله بس من غير دوكيومنتيشن عليه، من غير اي حاجه، اقرا خالص. هتنقلوه تكتبوه ايا كان، والكود السي شارب هديهولكم، البروجكت ده هديكم السي شارب بس كده. ده بتاع النهارده.